السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم متابعينا قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا نقدم لكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 تابع معنا الفيديو للنهاية سعر الدولار في بنك البركة 16 جنيه و 6 قروش سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي 16 جنيه و 1 قرش سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16 جنيه سعر الدولار في بنك مصر والبنك الاهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي وبنك كريدي اجريكول والمصرف المتحد وبنك سيب والبنك الاهلي اليوناني بمصر والبنك المصري الخليجي وبنك عوده 15 جنيه و99 قرش سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سي اي بي وبنك قناه السويس والبنك, والبنك المركزي المصري وبنك مصر الاهلي للتنميه 15 جنيه و98 قرش بالنسبه لاسعار العملات الاجنبيه والعربيه سعر اليورو 17 جنيه و70 قرش سعر الجنيه الاسترليني 20 جنيه و63 قرش. سعر الدينار الكويتي 52 جنيه و44 قرش. سعر الريال السعودي 4 جنيه و25 قرش. سعر الدينار الاردني 22 جنيه و54 قرش. سعر الدينار البحريني 41 جنيه و91 قرش. سعر الريال القطري 4 جنيه و20 قرش. سعر الريال العماني 41 جنيه و53 قرش. سعر الدرهم الاماراتي 4 جنيه و35 قرش. في النهاية، بشكركم لحسن المتابعة لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته